السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي في آخر العام بمناسبة الحلول السنة الميلادية الجديدة، تقدم إلى كل عائلتنا الكبيرة والصغيرة بتحياتي الخالصة، ومنها الحب والطمأنينة والسعادة والسلام والصحة الجيدة قبل كل شيء. اللهم أبعد عنا الوباء والبلاء بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اليوم كما قلت لكم عندي تعخت مقادير شوكولا، يعني مقادير بسيطة بلا بيض، ودرتها شوفوها كان عجبتكم إن شاء الله تعجبكم. هلا نديتها في الفريجيدار باش تبرد لا كريم، باسكو الدنيا بدات تحمى شوية. وهي لا كريم فريش ولا لا كريم شانتيي تدير في ساعة سيد. الوغ نشوفو هاد الشي الشي والشوي. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. فرد على ما أسم كما يقولوا. هيا يلا هذه شوية وخلاص. يلا إن شاء الله تنال إعجابكم وإعجاب الأولاد عليك. طارتها مليحة. بسم الله على بركة الله. قلت لكم هنا عندنا 100 غرام تاع الشيكولا، وعندنا زبدة 100 غرام بيان سور، وربع كاس تاع سكر. نديرهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. راني نديرو حمام مريم. الزبدة الشيكولا. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلوهم ميجوتي ديك الدوب هذيك. انا درت هنا في الجميله هذه خاطش الرامكا الصغير هذا كان ما يجينيش في الكاسرونه هذه، وانا نبغي ندير هكا يخرج مليح. اللي عنده الميكرو اوند يدير، بس هذا لو با ماري حمام مريم خير يدوب الشيكولا والزبده بعقلهم وملاح. يلا على بركه الله. عندنا كاس ونص بهذا فرينه، عبرت هذا هاي طاميزي يعني غربلتها، ان فاري دمي دو فارين طاميزي. عندي زوج مغارف كاكاو امير، ستادير عندي زوج مغارف كاكاو مر يعني ما فيهش السكر، عن زوج مغارف تاع قهوه بيان سور. وعندنا مغرف تاع قهوه لوفور شيميك خميرة الحلوى، حطوها هنا. وعندي هنايا لو زيست، لو زيست نتاع تشينا ستادير مبشور البرتقال. ندير وحدة ونص باش يجي مليح. لي ما عندوش ولا لي ما حبش لو غو تاع لورانج في الشوكولا، باسكو لو غو انا نبغيه في الشوكولا، يدير لافاني، لافاني يدير نص مغرف، ويدير لازم قرصه نتاع ملح، ابان قرصه نتاع ملح هكا يعني هكا. وعندي بالطبع نص كاس حليب عبرت به الفارينه ولا فارينة والسكر، نعبر به الحليب نص كاس دافي، حليب دافي ان دومي فيغ دويل دون ان دومي فيغ دو لي تياد. وهنا عندنا لو بان ماري تاعنا حمام مريم، هاي دارت الشيكولا فوالا، حطوها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوها هاد لو ريسيبيون، هاي بردت شويه ماشي سخونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوامها مليح يبرق على كيف كيفه.
ندير هاد لي زانغغيديون هنا الحليب على بسم الله الرحمن الرحيم. هاو ليك القوام تاعنا. درت هادي هنا و درت لها شويه زبده وفرينه ولا ديروا لها ورق الزبده نتوما. الو دوك ندير لاباط هادي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نقطع ليها ونرجع على بركة الله. راني درتها هنايا ونقول لكم حاجه. الوغ درت انا نص كاس حليب، انتم كان شفتوا الفرينه شربت زيدوا لها واحد الربع كاس تاع حليب دافي لهذيك لاباط. هاد لاباط باش ما تجيكمش معجنه صديق ما هي الجاريه. الوغ هنا ما تجيش جاريه هي كي هاك وشفتوها كيفاش. هنايا نضربوها هكا باش ضربها هكا باش تجي قد قد. وانا قبل ما نبدا العمل شعلت الفورنو الفور على درجه حراره 180 درجه فرنهايت بيان سور. ودوك ندخلها للكوشه ونرجع لكم تشوفوا لا كريم كيفاش نديرها. ثاني بور لا كريم فريش عندي هنا لكن فريش عندي 100 غرام وعندي زوج مغارف ولا مغرف ونص تاع سكر كلاصي. نفويتيها باش ما نديرش الحس نطلعها ونرجع لكم. ولو كلاصاج عندنا الشوكولا شوكولا نوار كيما الاولى هذيك 100 غرام فوالا. وعندي ربع كاس حليب سخون لي شو فوالا. الشوكولا واللي نخلطهم مع بعضهم خليها تذوب في ذاك الحليب ونخلطها هذاك بولو ناباج. لازم لا كريم شانتيي تكون كلاسي باش تقدروا باش تطلعوها كيما لا كريم شانتيي بلوتو لا كريم فريش باش تقدروا تطلعوها لازم تكون كلاسي. سينو زيدوا لها شويه شانتيي واحد نص مغرف قهوه شانتيي ودربوها فوالا. الي ها شوفوا كيفاش نعاود درتها في الفريجيدار وهي بردت الكاطو نتاعنا. ندير لها الكريم بالمغرف خير. درت لها الكريم هذيك هاو نسكنها مليح. بعد نديرها لاكوش تاع شوكولا هادي راني فوي درتها بالفوي فوالا. هيك نديرها هكا تبيد وحدها برك سينو راني هلا. حاولوا تطلعوها هكا بعد نديروها في الفريجيدار لازم تكون هكذا مخطه كيما جلد النمر. وهلا ما غبغي
شوفوا فيها ناخد غير خمسة نتحفوا بالقليل اللي عندنا. ماشي شرط ان كي تسمعني نهضر هاد القطة تبدات تمعوك عن بالها اني نهضر معاه. يلوبي يلوبي هادك نوفي نوفي. بون هكدا ديروها في الفريجيدار باش ما تدوبش باسكو يدا تدوب. فوالا ديروها في الثلاجة هاديك القطة تبغي تلحس الشيكولا تاني اللوفة الشيكولا يا الشيكولا. ولا هكذا هكذا تشوف يا طف الشتاء ونطلقها في صحن التقديمي منين يا اخي. يلا هاك دقلي بسم الله استبس جات ان بو دور بصح لو كو بون ده هات ندوك انا عليك الله لطخت تاعنا هاكو دوكو شويه. يلا حل فمك هنا تهبل. يلا كثروا لي لايك بفضلكم وعام سعيد كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.